أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. شرعت بعثة من مفوضية التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار التابعة للاتحاد الإفريقي في زيارة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومؤسستها. البعثة التي يرأسها مفوض التعليم والعلوم للاتحاد الإفريقي بروفيسور محمد بلحسين ستجتمع مع وزير التربية والتعليم والتكوين المهني وممثلين عن مختلف المؤسسات التعليمية لاستكشاف السياسات التعليمية والأنظمة المطبقة من قبل الجمهورية الصحراوية لتعزيز الوصول إلى التعليم الجيد. طلبت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتمكين الهيئة من الوصول إلى السودان من كل المعابر لمواجهة خطر مجاعة محدقة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإدخال الطعام والشاحنات وكذلك فتح أكبر عدد من المعابر في جميع أنحاء البلاد. كشفت السلطات التونسية عن انتشال جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً من شواطئ محافظة المهدية شرقي البلاد، وأوضح المتحدث الرسمي باسم محكمة المهدية أن بحثاً قضائياً فتح لتحديد جنسيات أصحاب الجثث والتعرف عليها. قتل نحو 40 جندياً في هجوم على قاعدة عسكرية بمنطقة بحيرة تشاد أمس الأحد، وذكرت الرئاسة في تشاد في بيان أن الرئيس محمد إدريس ديبي أطلق عملية لتعقب منفذي الهجوم لكنها لم تحدد الجماعة المسؤولة عن الهجوم. نهاية أخبار إفريقيا، إلى اللقاء.